السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة الإسلام هو السلام. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وإبداء رأيكم بالمحتوى الذي تريدونه من خلال الزاوية اليسرى للمقطع، ودعمنا بلايك والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد، لأنكم أساس قناتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التحية والسلام، خير الكلام، الصلاة والسلام على خير الأنام محمد وعلى آله أجمعين. قصتنا اليوم: كان رجل لديه ولدان وبنت، وكان أحد أولاده ملتزم يمشي مع صحبة أخيار صالحين، لكن الأب لم يرق له ذلك من أجل ما كان يسمعه من التشدد الزائد، ويطلب منه الابتعاد عنهم وأن يترك الذهاب إلى المسجد لحضور الحلقات ويلح عليه بذلك، لكن الشاب لم يستجيب لأبيه. حاول الوالد بشتى الوسائل بدون فائدة، وفي أحد الأيام عاد الشاب إلى البيت فقال له أبوه: انظر ماذا يوجد أمام البيت. نظر الشاب فقال له: إنها سيارة. قال الوالد: إنها لك. جاء الشاب لأخذ المفتاح من أبيه فقال له: لا، لن أعطيك إياها إلا في حالة واحدة، ألا وهي أن تترك هذه الصحبة وتبعد عنهم. رفض الشاب في البداية، لكنه لم يستطع إغراء ركوب السيارة. فتعلمون أن الشباب ربما لا يستطيعون مقاومة هذه الأشياء في مثل هذا العمر، فأطاع والده ولم يعد يذهب إلى مقابلة أصحابه الأخيار، وبعد فترة ترك الذهاب إلى المسجد والتم على صحبة فاسدة، فأطال ثوبه وحلق لحيته وبات يتأخر ليلا في العودة إلى المنزل، وترك الصلاة والأب لا يبالي، وشيئا فشيئا بدأ يتناول المسكر والحشيش، والأب يقول: صغير، خليه يتمتع بحياته. وفي أحد الأيام سافر مع أحد أصحابه بسيارته إلى أحد المدن، وهناك وبينما هم يجلسون في حالة سهر ويتناولون المسكر، فإذا بصديقه يحاول أن يعتدي عليه ويفعل معه الفاحشة، لكنه ظل يقاومه حتى وجد قطعة حديد فضربه بها، فوقع صديقه ميتا، وجاءت الشرطة وأخذته وحكم عليه بالإعدام. وكان الأب كلما زار ولده لم يستطع أن يرفع عيناه في عين ولده ويقول: أنا السبب، أنا الذي أبعدته عن الأخيار، أنا الذي قتلت ولدي، أنا الذي قتلت ولدي. لقد أضاع ولده بيده ودفع به إلى التهلكة، لقد ندم، لكن بعد ماذا؟ بعد فوات الأوان لن يجدي الندم أي فائدة. لقد كان سبب هلاك ولده، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اهدي الآباء إلى ما تحبه وترضاه، وأعنهم على تربية أولادهم على ما تحب وترضى يا رب العالمين، واهدي شباب المسلمين أجمعين، وأصلح حالهم، وثبت قلوبهم على صراطك المستقيم. شكرا لإصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع، ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم، ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد، وشكرا وجزاكم الله خيرا. سبحان الله وبحمده سبحان الله.
سبحان الله
سبحان الله وبحمده سبحان
الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله
سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان